واش رجعنا لتير ليست ديالنا كيف ديما. وهاد المرة بديت ندخل دي يوتيوبر اللي شوية معروفين وديجا سيت اباس ديالهم معروفين شي شوية، وغادي نبداو مع اول يوتيوبر اللي غنشوفو السيت اب ديالو وتعرفوا السمية ديالو. ورجعوا للتير ليست ديالنا باش نشوفو فين غادي يحطوه في الكاتيجوري ديال التير ليست ديالنا اللي كنا ديجا بادينها. و فوالا هادشي اللي كيمشيو يشوفو السيت اب. بالنسبه لليوتيوبر الاولاني اللي غنبداو به اللي سميتو الكترو فاتال، اللي بغا يتشيكيه راكم عارفين اش غادي ديرو. ونشوف اخويا السيت اب من المينياتور كاطين راس كيتفرقع طنطون ديال الراس كيتشت الاخر ديال الاخر لك او البي فار. البيلوم كوغر واعر واعر التليفون وايباد في نفس الوقت كان غالي حتى راه قادر شي مليون وصرف باينة باينة. هذيك جبتها لاصق هي اللي شفتها هنايا عندنا في المغرب في المارشي هنا في المغرب تيبيعوهم الأغلبية تتراوح الثمن ديالها على حسب ما شفت من مليون وربعين ألف ريال بحال هكا 144 هرتز وكاين اللي مليون وعشرين ألف ريال. المهم كل شركة بشحال باغا تبيع هداك ليكرو فهمتي، حيت كاين بزاف ديال الشركات اللي تبيعوا هاد لي زيكرون هادو اللي تيحطوا تبيعوا هادشي لي ماتريال ديال الجيمينغ. مي هذا هو الثمن ديالو مليون و 30 الف ريال مليون و 40 الف ريال، هادي الثمن ديالو. واخا السيري ديالها قديم زعما شحال هادي خرجات ولكن غالية شي شويه مليون و 40 الف ريال تزيد على واحد 60 الف ريال واحد اخر وتشري سامسونج اوديسي نيو لوجيتيك تك ال شي لعيبه. غنشوف شنو قال في السميه مشات لي جي 915 لا لا واعر واعر صراحة زبون. بس كان يلا خرج دار بوم، لكن دابا عطا الله الشركات ديال لي كلاس يعني كل واحد له شو ديال مختلف. تيم شركة لوجيتك ولا
كنظن اول يوتيوبر ما عندوش هذيك التعنكيشه ديال اللي كيب الماناجمنت حيت الاغلبيه كلشي شاري سون فيل زعما بلوتوث. اي صراحة زوين تيبان البيرو داكشي نقي اصاحبي فهمتي تيبان كلين تيبقاش يتعكش مع هذوك الخيوطه بزاف. زوين زوين عنده بحال ال سي دي هنايا القدام فهمتي يقدر يدير فيها اي حاجه بحال ايكرون زايد عنده هنا. زوين زوين هاد الكيس هادي باش وراء الشركة ديال اورس الديزاين ديال لي كارت جرافيك ديالها ناضي ناضي ما اغلبية لاش يشري الشركة ديال اور لي كارت جرافيك ديال الشركة ديال اورس الديزاين ديال لي كارت جرافيك ديالهم ناضيين وحتى البيرفورمانس واعر. الاخر ديال هادو زوينين تما تقريبا نفسهم اللي عندي غير انا شاري انا من نفس الشركه جي سكيل ولكن وحده فيها 16 غير قدام السيت اب هذا الاخر ديال الاخر زيد شنو اخر كاين بلاتين شفت لكم هذا شي بلاي ستيشن ولا اكس بوكس هذا اللي هنا في الجنب هذا يكون قال واش بلاي ستيشن سامسونج كيو 8 سي شحال البوز قال الرابع
بلاتي بلاتي قال هذاك بلاي ستيشن. يا ديك 55 بوس سير حياد باينة باينة عامل الحجم ديالها باين بانت لي 55 بوس. وين كاسك كونترول ديال الاكس بوكس يعني هذا اكس بوكس جيم اوفر هذا مهم داكشي ديال ناروريف صافي تنظن هذا هو السيت اب اوفرول. لا هذا بلاي ستيشن ماشي اكس بوكس. صافي تنظن هذا هو السيت اب اوفرول. شوف التفركيع ديال التفركيع الاخر ديال الاخر ما يمكنش. رجعوا للتير ليست ديالنا ونشوف فين غنحطوا خونا الكتروفاتار. با 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 الكتروفاتار خويا كاطيب. شوف عندو لي ماتريال الاخر ديال الاخر ديزاين فرقة. شوف عتم بكلشي الكيبل مانجمنت بان لي ما كاين حتى شي سلك يعني كلين. الار جي بي في ما مشيت عندو في الروم كاين الار جي بي. عندو الاكس بوكس عندن عندو حتى البلاي ستيشن. سامسونج عندو 55 بوس. شوف ناحية البادجيت راه مخسور باين مخسور الفلوس على هداك الروم سيت اب ديالو اللي بطبيعة الحال. شوف قدام قدام شوف هذا سيت اب نقدرو نقولو عليه خاصو يتحط في سوبر تفرقيع ما فيهاش شك. واخيرا كاين شي واحد اللي غادي ينافس موكادا في السيت اب. واخا بلي وقيلا السيت اب ديال موكادا شويه زايد مغيزه على السيت اب ديال الالكترو ما عرفتش. تنديرو شي نهار نديرو مقارنه بين السيت اب ديال موكادا والسيت اب ديال الالكترو فاتال. واخا بلي شويه بالنسبه للسيت اب ديال موكادا عامر بلي فيغوري يعني الديزاين ديال الروم اكثر من زعما من لي ماتيريال والحماق وداكشي. ولكن ذا سيم بجوجهم سيت ابات مفرقعين ديال بصح. فوالا هذا هو السيت اب. نمشيو نشوفو السيت اب اللي من بعدو ورجعو للتيليز ديالنا. اوبا با 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 بالنسبة لليوتيوبر اللي معانا تنظن كاين شي واحد فيكم يعرفوه لوريكي محمد. سيت اب ديال 2020 يعني واحد 3 سنين دابا. قدام الكيس من MSI. السلام عليكم معكم لوريكي. هاد الفيديو هذا راه تحت طلب. اوكي بما ان الفيديو الاخر سيت اب ديال خونا الاخر طويل وشد لينا الوقت بزاف غنحاولوا نسكيبيو خويا لوريكي وغتسمح لينا باش تدخل معانا للمسكيت ديريكت. بوب بوب اه كاوتش او كانابي من كيتيا. الاغلبيه ديال هنا هادشي اللي غنوريكم خديتو لا بليبار من ايكيا كيتيا و ميسي بريكولاج بيكم دو فاصون اي حاجه كما بغيت. المهم داكشي مفرق لي بوستر لي ديتاجي باغا ديال بيت ناضيا. شت 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 دوز حيد عندنا بلاي ستيشن لي زيتاجي بلاي ستيشن برو غالك زي كات الشابو ديال جي اي او دابا خديتهم من ايكيا دي بوستر اجين. دوزنا مسكي مسكي مسكي. عندنا لتحت هنا كلكو بوكس فلا شي واش عندنا هنا الكاسكيت ديال باتمان. دابا ما سيت اب ديال البي سي دونك حيدتها وخليتها غير البلاي كاب باش نقدر نعمل بلاي ستيشن 4
كيما كتلاحظوا هنا كاينين بزاف ديال لي جو. صح هادي نوريكم كاع لي جو اللي عندي هنا، مي مش 24 بوس، شي 32 بوس هكا باش كومسا تشوفوا لي جو اللي كنختار فيهم. في الباك جراوند كاين مون جو بريفيري اللي هو فينال فانتازي. انا كنصطع على هاد لو جو هذا فيما كتخرج شي اديسيون ولا شي فيرسيون ولا هذا، ما كنهيزيتيش باش نشري لو جو. سي مون جو بريفيري ار بي جي واعر استوار جو. تنظروا على الطيف اللي عنده شي 32 بوس. لي بوات كاين بحال البوات ديال الكارت مير اللي عندي ان اس اي غاد لايك، كاين هنا واحد نفس الكارت مير، نفس المذر بورد اللي عند الكترو فاتال تنظن حتى هو عنده ام اس اي غاد لايك. كاين هنا ديال لي ماك ديال باتمان لاباراي فاش خرج هاد هادي ماديك برو درون ولي تدخلو الدرون وقال ممنوعين في المغرب تاعنا. بلاتينيوم ازيس انا مثلا في ابيكس ولا لو جو ديال اف بي اس كنخدم حتى من بي سي جيمر كازا بوما. ودابا غادي ندوزو لاهم فين كنجلس ديما بلاي بلاي بلاي. السلام عليكم هذا الفيديو واعر تقدروا فيه بزاف ديال الحوايج. دونك سي غراس هاد كونفيغوراسيون اللي عندي. اوبا بالنسبه لي زيكرون قال عنده غير اكرون واحد هيك هادي اصلا انا راه واعر في الجيمين ولكن ما كنلعبش فيها بزاف حيت خليتها غير اليوتيوب الماوس من لوجيتيك و حتى الكيبورد من لوجيتيك تنظن. هذا الايباد ما عرفتش النوع ديالو. التيبل وقال هذه من ايكيا ياك، هذوك لي طابل اللي عندهم في البلاصه ديال الكيتشن تنظن هي هذه. الباك جراوند انا داير هادو باش الايكو ديال البيت نرجعش ليه الايكو. باش نصاوب لكم فيديوهات في المستوى ويعجبكم زعما داكشي اللي حنا كنقدموا لكم ونكونوا في حسن الظن ديالكم. نبدا لكم اول حاجه هو العملاق الوحش. كما كتلاحظوا الشكل ديالو تبدل. علاش؟ حيت بدلت ليه كيس زيرو. كيف ما كتعرفوا الكونفيك اللي كانت ديجا عندي راه هي هي، غير هو البواتشي بدلتها الى عقلت على الكوسموس سي 700 ام هي اللي بدا بدلتها بهاد اونتيك توك. هاد لي بواتي واعرين كيعجبوني بزاف. شوف الديزاين ديالها تبارك الله كيطير خطير شي حاجه فيه. ما عرفت علاش ولكن ما عزيزش عليا لي كيس هكا. كل واحد في الشرتاح زعما ما تدوي كدوي على راسها. داكشي علاش انا حولت لها الكونفي كامله اللي عندي اللي كانت عندي في الكوسموس. هي الديزاين ديالها زوين ولكن غير هي الصراحه الكوسموس زوينه في كوتي زعما ارغونوميك و صحيحه. هذه كونتي ديزاين. بالنسبة لي سبيكس دائما التحفة النادرة. الاي ام دي رايزن 9 3950 اكس روغ ار تي اكس 2080 تي اي. المذر بورد ام اس اي اكس 570 جود لايك. لي رام جي سكيل تريدن رويال 64 جيجا. الباور سبلاي ازوس تور 1200 واط بلاتينيوم. الكولر ما بالنسبه للكولر عنده كولر ماستر ام ال 360. بالنسبه للستوراج عنده 1 تيرا ام ان في ام او 512 جيجا تي فورس ار جي بي. وقال هذه اس اس تي وهذا ان في ام او وهذا ديكستور جو واقيلا واقيلا ما الى ما خطاتش 2 تيرا بايت باراكودا هذا ديكس ديرو قال المهم ما كاتبش واش ديكس ديرو ولا شنو. بالنسبه للكيس اللي مخشي فيه هادشي كامل انتك طوك وهذا بالنسبه المهم هذيك الوقيته راه اخر ما كاين. وهنايا دونك باش تعرفوا فكره على شنو كاين في هذا الوحش شي حاجه واعره. انا عاوني بزاف في الخدمه ديالي باش نصاوب لكم فيديوهات. عندنا سيدنا هاد لومب، هادي لومب زوينه كانت فيها درت لها واحد البولا الثمن سمحوا لي مي بون هادي خديتها من ايكيا عندنا بيفان بروفيسيونيل اوكي ديالها يخرج لك هنا. عندنا بيفان ديال لوجيتيك زد 900 عندنا مونيتور الترا وايد ديال دير هادي اللي درت لكم عليها فيديو اللي مازال حتى هي ما قراتش في الفيديو ديالها يخرج لك هنا. عندنا بيفان ديال لوجيتيك زد 916 حاجه خطيره فيها واحد الوفر بعدا راه كيزلزل بعدا البيت. وعندنا سيدنا الام اكس ماستر 2 اس
شي حاجه واعره زوينه كتعجبني ايرغونوميك، جبتها من علي اكسبريس حتى هي. هي والكلافي هذا حتى هو من اخطر الكلافي، واعر زوين في الطاباج وفي الخدمه ديالي ديال المونتاج سورتو، حيت زايده فيها الغوليت هذا وهي اللي مخليه يكون غالي، حيت تبارك الله طلع لي ب 2500 درهم غير بوحديتو. الله ولكن الله كامل اللي كلافي الواعرين هذا هو في تك كرافت، ما يكونش لي كوب في تك كرافت ديال الفوق بون مكتوب بارك شفنا كلشي تقريبا. نرجعو للتليف ديالنا باش نشوفو فين نحطو خونا لوريكي محمد. بالنسبة للسيتاب ديال لوريكي محمد زوين زوين السيتاب، ما عندك ما تقول عليه، كلشي باقي صبغانا ديال ديزاين ديالو لي بوستر كانابي. المهم راك شتو السبيكس ديال البي سي واخا المهم في هذاك الوقت راه كان اخر ما كاين، دابا في هذا الوقت راه خصو ابغريدي ولكن سيتاب زوين زوين سيتاب نوض واخا ما عندوش جوج ديال لي مونيتور، ولكن تنظن انه كافية مونيتور هو وحدة. هو ما غيوصلش للكاتيجوري ديال سوبر تفرقيا، راكم عارفين سيت اب ديال سوبر تفرقيا خاصو يكون الاخر ديال الاخر، داكشي علاش تيبان لي غادي يحطوه في الكاتيجوري ديال الزبيدة. هادي احسن كاتيجوري بالنسبة ليا. فوالا بقى لينا اخر يوتيوبر نمشيو نشوفو السيت اب ديالو ونرجعو للتاليس ديالو. بالنسبة ليوتيوبر اللي معانا سميتو تحفة لي بغيت تشيكي راكم عارفين اش غادي ديرو. نشوفو اخويا السيت اب الله يلا تسليك افت عليك من الاجبلي الوحش الوحش بام 800 شوف الا فكرتي تشري مايك ما تشريش هاد البام 800 نصيحة مني، ما تفكرش تشري هاد البام 800 واخا يبقى غير هو بالنسبة للسيتاب ديال خونا تحفة. عندو ايكرون واحد هيك، ما عندوش كارت جرافيك، ديزاين ديالو بلا ما نهضرو عليه وعاد ناوي يحيدو كامل البيرو بلا ما نهضرو عليه، حتى هو كرسي بلا ما نهضرو عليه
ما عندنا فين نحطوه الا في الكاتيجوري ديال الزبيله. مرحبا بك معنا، مرحبا بك، مرحبا بك. اصلا هو غادي يدير ريميك ديال السيت اب ديالو، تيبيع هاد البيس اللي عنده، المسائل اللي عنده، عاد غادي يدير سيت اب واحد اخر محسن منه تنظن، وديك الساعه نشوف فين غادي نقدروا نحطوه. ديك الساعه في التليت ديالنا، علاش لا، الى دار واحد الابجريد اللي زوين يطلع في الكاتيجوري نورمال. فوالا، هذا هو الابيزود ديالنا. نتمنى انه ما كانش جا طويل، عارف انه غيكون طويل شي شويه، ولكن تلا طلعت تلا طلع بعد ما نديرو. كان معكم زوكس، نشوفكم في فيديو جاي.